السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ مزيان. جيت اليوم نهضر في واحد الموضوع مهم بزاف وفيه شائعات بزاف، وتقريبا اكثر من 95% اللي تيوقع في هذا الخطأ. جيت نشرح واحد الموضوع ونفسر ليه واحد النقاط مهمة بزاف تتعلق بشنو تاكل مور التمرين. بزاف الناس بزاف تيمشيو تيترينيو، ومن تيجي من لاصال تيمشي تشرب الواي بروتين ولا تياكل شي وجبه غنيه بالبروتين فقط، وهذا اكبر غلط تيديرو لاعب كمال الاجسام وليس المبتدئين حتى المحترفين. لهذا الدراري نشرح لكم اليوم هذا الموضوع ونفسره ونصلح بعض الاخطاء اللي توقعوا فيهم بزاف الناس. وهذا الشيء اللي نقول لكم ماشي من راسي، هذا الشيء علمي، هادي بوحود درات في العالم كامل، في بريطانيا، في امريكان، في المانيا، وتبتات باللي تناول البروتين بعد التمرين فهو اكبر خطأ. علاش؟ حيت يرفع نسبة الانسولين في الجسم في الدم، وهادي اخيب حاجة يمكن على يوقع يتحط فيها الشخص. علاش؟ حيت تبتات الدراسات باللي بعد التمرين من تشرب البروتين تترفع الانسولين في الدم اكثر من وجبات ديال الكربوهيدرات. يعني الشخص خصو مين يجي من التمرين من لاصال خصو يشرب وجبه، يشرب الى عنده مثلا شي مكمل ديال سريع الامتصاص ديال الكربوهيدرات او وجبه سريعه الامتصاص ديال الكربوهيدرات افضل ليه من تناول الواي بروتين او وجبه البروتين سريعه الامتصاص. علاش؟ حيت الى شربتي مثلا واي بروتين بعد التمرين الجسم تيكون هدر الطاقة ديالو كاملة في التمارين ديالك، هذيك بهذا غادي يحول لك الوجبة اللي شربتي ديال البروتين اللي هو الواي بروتين، يحولها لك الطاقة، غتولي كربوهيدرات، يعني انت ما تستافدش من الواي بروتين، وفوق ذلك يرفع لك نسبة الانسولين في الدم بزاف. لهذا الدراري هذه دراسة علمية تبتات باللي بعد التمرين الافضل الشخص يشرب كارب سريع الامتصاص، وبعد التمرين من 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، ماشي بعد التمرين مباشره، تدوز 21 حتى 25 دقيقه هاد تشرب شي مكمل ديال الطاقه او وجبه ديال سريعه الامتصاص غنيه بالكربوهيدرات باش تعوض ديك المخزون اللي فقدتي في الجسم اللي هو الجيراكوزين اللي تيكون في العضلات مخزون. هو الجيراكوجين مخزون تيكون في العضلات، تيكون في العضله وفي الكبد، يعني ملي تمشي تريني انت داك المخزون تيخوى، خصك تعمرو باش تعمرو بالكربوهيدرات. لهذا الدراري اكبر خطا توقع فيه الناس اللي تتريني رياضه كمال الاجسام تيجيو تيشربوا الواي بروتين اللي تيرفع عليهم نسبه الانسولين في الدم بزاف، والشخص يجي من لونطريمون تيجي مهدور الطاقه لان خاصو يشرب مكمل ديال الطاقه اللي مثلا غني بالكربوهيدرات سريعه الامتصاص. يلا الدراري حتى الحلقه الجايه ان شاء الله جيت نوضح لكم هذه النقاط اللي مهمه بزاف، وتنصح اي واحد من يرجع من التمرين ديالو ما يشربش الواي بروتين. اثبتت دراسات علميه كذلك بان شرب الواي بروتين قبل التمرين له افاده اكثر بعد التمرين. يلا الدراري ان شاء الله حتى الحلقه الجايه ان شاء الله ونهضروا في مواضيع كثيره. يلا سلام.